طيب من بعد إذنك أبو سارة نشوف هالفيديو هذا بعد إذنكم. كلنا حاضرين الليلة وفاء ومحبة لصوت الأرض. وهذا التكريم اللي يليق بي، اسمحوا لي أغني أغنية بالعود، بهذا العود اللي احتفظت به 22 سنة، هو عود الأستاذ طلال. هذه يا أبو سارة واحدة من الفيديوهات المؤثرة جدا، وطبعا أكيد هذه ليلة صوت الأرض رحمة الله عليه فنان طلال. نعم. الآن نقدر نقول أنك أنت مرتاح وأنه الأستاذ طلال أخذ التكريم الذي يليق فيه؟ يعني طلال رحمة الله عليه، جمهور طلال طوال ال 22 سنة اللي هو غايب فيها، هم يكرموه يعني بمحبتهم له وب سماعهم لأغاني اللي يسمعوها جيل بعد جيل. يمكن هذا كان تتويج لهذا التكريم اللي قامت به هيئة الترفيه على رأسها مع المستشار التركي على الشيخ، الحقيقة يشكره. هو تتويج لهذا التكريم، ولكن طلال حيفضل في أذهان الناس وفي قلوب الناس سنوات طويلة جدا. أكيد رحمة الله عليه. اسمح لي يا أبو سارة نشوف برضو هذه الصورة. لو طلبت منك يا أبو سارة عندك فرصة تتكلم مع طلال مباشرة 30 ثانية. وش ممكن تقول له؟ يعني ممكن أقول له بعد 22 سنة من الغياب ما زلت حاضر، وشوف هذا الحب، وشوف هذا الجمال، وشوف حب الفنانين والجمهور في ليلتك وليلة تكريمك، أنت ما زلت حاضر معانا إلى اليوم. رحمة الله. وستظل إن شاء الله.